إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد ابن سنان، حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكنا في المرة الماضية مررنا على الإسناد وذكرنا ما فيه من اللطائف الإسنادية الحديثية، وكنت وعدتكم في المرة الماضية أن نشرح التحويل، تحويل الإسناد، ومتى أو أين نضع حرف التحويل حاء. لكن الحقيقة يعني عرض لي عارض فلم أستطع أن أكتب هذا على لوحة، إن شاء الله أرجو فيما يأتي أن أفعل ذلك. لكننا نتمم الكلام على الإسناد، على رجال الإسناد، كما وعدت في المحاور التي سأتحرك من خلالها في شرح كل حديث، وقد ذكرت في المرة الماضية أنها سبعة محاور. أول الكلام يكون عن شيخي البخاري رحمه الله في هذا الإسناد. الشيخ الأول هو محمد ابن سنان العوقي، نسبة إلى العوقة وهي حي من الأزد، نزل فيهم فنسب إليهم. وهذا الشيخ وثقه الإمام يحيى ابن معين والدارقطني وزاد حجة. طبعا ألفاظ التعديل على درجات.
التعديل اللي هو الثناء والمدح، والجرح هو القدح. لما نقول الجرح والتعديل يبقى نعرف إذا عدلنا فلانا يبقى إيه قبلنا حديثه، ولا بد أن يكون لهذا التعديل صيغة كما سيأتي إن شاء الله. والجرح كذلك في أقصى وأقسى درجات الجرح وانت نازل يعني، أو الأخف إلى الأشد، والتعديل الأعلى إلى الأدنى، يعني الاثنين عكس بعض. فإذا قال يحيى بن معين ثقة فهذا درجة من درجات الجرح التعديل، لكنها ليست أعلى الدرجات، إنما أعلى درجات التوثيق التأكيد إما بمؤكد لفظي أو معنوي، كأن تقول فلان ثقة ثقة، تكرر الكلمة، ده تكرير لفظي. تكرير معنوي أن تقول ثقة حجة أو ثقة حافظ، لأن كلمة الحجة أو كلمة الحافظ ديت تساوي كلمة ثقة، فكأنك أكدتها بلفظ آخر يحمل نفس المعنى. يبقى ثقة هذه درجة عالية، الأعلى منها أن تكرر لفظ التعديل إما لفظا أو معنى. وفي بعض العلماء كأحمد بن حنبل كيحيى بن معين أيضا يجعلون الحجة فوق الثقة. قيل للإمام أحمد عبد الوهاب ابن عطاء ما تقول فيه؟ قال ثقة. فقال سائله حجة؟ قال ويحك، انظر ماذا تقول، الحجة يحيى القطان. يبقى كده الحجة فوق الايه؟ فوق الثقة، لأنه وثق عبد الوهاب بن عطاء لكنه أنكر أن يكون حجة. الإمام الدارقطني رحمة الله عليه أحد الكبار في علم الجرح والتعديل. هنا حتى تعلم معنى الكلمة كلمة التعديل لابد أن تعرف طبقات علماء الجرح والتعديل، من فوق من. لأن إذا قال ابن حبان مثلا ثقة ليس كإذا قال أحمد نفس الكلمة، ولا أبو حاتم الرازي نفس الكلمة، لا. يبقى أنت لازم تعرف طبقات علماء الجرح والتعديل. عندنا ثلاث طبقات، طبقة المتشددين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المتساهلين، عشان لو مر بيك أي تعديل تعرف تحط هذا التعديل في مكانه. طبقة المتشددين يعني الذي يجرح الراوي بالغلطة والغلطتين، متشدد زي ما نقول ما يخرش المي. إذا وثق رجل من المتشددين راويا فشد به يديك. مين بقى كطبقة المتشددين؟ ابن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي، تمام، دول عينة يعني، وطبعا يحيى بن سعيد القطان وعمر بن علي الفلاس، دول محطوطين في طبقة الايه؟ المتشددين. وعلى فكرة المتشددون برضو طبقات، يعني اللي انا سميتهم دول أصعب واحد فيهم أبو حاتم الرازي. يقول الإمام الذهبي في أبي حاتم الرازي: إذا وثق أبو حاتم رجلا فشد يديك به، فإنه لا يوثق إلا صحيح الحديث، وقد قال في طائفة من رجال الصحيحين صدوق برغم أن الجماهير وثقوه، لكن يشح عليه أن يقول ثقة،
فإذا قال مثل أبي حاتم في الراوي ثقة، يبقى خلاص الرجل ده قفز القنطرة. تمام. وقال في ترجمة أي الذهب يعني في ترجمة أبي زرعة الرازي، قال يعجبني كلام أبي زرعة في الراوي يبين عليه الورع والمخبرة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح. خلاص، يبقى برضو حتى في طبقة المتشددين برضو إيه ممكن تقول أشدهم. طبقة المتوسطين اللي هو لهم نفس هادئ في الحكم على الرواة، على رأسهم عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل، أبو زرعة الرازي، الدارقطني، ابن عدي، دول عندهم إيه نفس هادي في الحكم على إيه على الراوي. أما المتساهلون فابن سعد، محمد بن سعد صاحب الطبقات، والعجلي، وابن حبان، ومسلمة بن قاسم. يعني إيه ده على سبيل المثال، ممكن تلحق بطبقة المتشددين واحد كمان أو اثنين، وكذلك بكل طبقة يمكن أن تلحق بها بعض الرواة، بعض النقاد الذين لم أذكر أسماءهم. فالإمام الدارقطني من طبقة الإيه المتشددة، مش كده ولا المتوسطة؟ المتوسطة. يعني عندما يقول ثقة ويزيد حجة يبقى كلامه إيه معتمد، كلامه معتمد. فإبراهيم ابن المنذر وثقه ابن معين، وكذلك وثقه الدارقطني وقال حجة، يبقى زود حجة على كلمة ثقة، يبقى الدارقطني قال في ثقة إيه ثقة حجة. أما الإمام أحمد فلم يكن يرضه، ومرة من المرات ذهب إبراهيم، عفوا هذا إبراهيم ابن المنذر، نحن نتكلم الآن في محمد ابن سنان العوقي اللي هو أول شيخ للبخاري في هذا الحديث، وكذلك وثقه ابن حبان، وثقه مسلمة بن قاسم. أما أبو حاتم فقال صدوق، صدوق عند أبي حاتم تساوي إيه؟ تساوي ثقة. ما احنا قلنا بقى يعني ساعات يضن على الراوي ويشح عليه أن يقول فيه ثقة، إذا قال صدوق تبقى أم دعيال. كويس أنه عدى من مين؟ أنه مر من أبي حاتم الرازي. هذا الراوي الثقة توفي سنة 322، وجزم أبو عاصم النبيل، جزم ابن أبي عاصم أنه مات سنة 223. يبقى ده أول إيه أول راوي في الإسناد، وهو مشايخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. محمد بن سنان قال حدثنا فليح، تمام يا فالح، ها فليح ابن سليمان. فليح ابن سليمان هو ابن أبي المغيرة أبو يحيى الأسلمي المدني، ده من طبقة الإمام مالك وابن جريج وابن عيينة وهذه الطبقة. يعني ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي وأبو زرعة، وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به، ووثقه الدارقطني، وقال الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك اجتماع البخاري ومسلم على إخراج حديثه في الأصول يؤكد أنه يعني قوي، وأن القلب أميل إلى روايته. طيب، على ضوء الطبقات السابقة هنشوف بقى من الذي ضعفه، من الذي وثقه. ضعفه ابن معين، ده من ايه شددين، وابو حاتم
والنسائي تمام، وأبو زرعة طبق المتوسطة خلاص، وثقه الدارقطني طبق الايه المتوسطة، وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به، ده الطبق الايه المتوسطة جميل. والحاكم النيسابوري ذكر أن البخاري ومسلم احتج به في الأصول. يعني في الأصول الإمام البخاري عنده حاجة اسمها الأصول والمتابعات، وهي أظهر عند الإمام مسلم من البخاري. يعني أنت عشان تطلع ما رواه البخاري في المتابعات والشهادات تبذل مجهودا، بخلاف مسلم. مسلم يبدأ الباب بالحديث القوي الذي يحتج به هو الأصل يعني، ثم بعد ذلك يذكر أحاديث الطبقة الثانية اللي فيها بعض كلام، وعادة ما يذكر سياق الطبقة الأولى، إنما في الطبقة الثانية كثيرا ما يحيل، يقول بنحوه أو بمثله، وقليلا ما يذكر لفظ الطبقة الثانية خلاص، لأن المعول عنده والاعتماد إنما يكون عند الطبقة الإيه الأولى. أنا عندي فليح بن سليمان أكثر رجال الطبقة الأولى في الجرح والتعديل ضعفوه، ووثقه واحد من الطبقة المتوسطة، وقبله ابن عدي أيضا نفس هادي، قال هو عندي لا بأس به. السؤال، لماذا يخرج البخاري لبعض هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم النقاد؟ كما ذكرت مرارا في دروس مصطلح الحديث وفي هذا الدرس فيما مضى، أن الإمامان يتخيرا من حديث ذلك الراوي ما لم ينكروه عليه. يعني فليح بن سليمان داخل صحيح البخاري غير فليح بن سليمان خارج صحيح البخاري. ليه؟ لأن البخاري رحمه الله لما سمى كتابه الجامع الصحيح اشترط على نفسه ألا يخرج فيه إلا حديثا صحيحا. فإذا كان هناك بعض الرواة ممن يهم في بعض ما يروي، يعني ليس على الاستقامة الكاملة، فالبخاري رحمه الله ينظر في رواياته هل توبع على هذه الرواية أم لا، وهل هذا من صحيح حديثه أم لا، فإذا رأى ذلك خرج لهذا الراوي ولا يكثر من التخريج له. خلي بالك من دي برضه، لا يكثر من التخريج له، إنما ينتقي من أحاديثه ما لم يهم فيه أو ما تابعه عليه الثقات. عشان كده العلماء كالذهبي وغيره يأتي على راوي مثلا فيه كلام فيقول هذا الراوي قفز القنطرة، قفز القنطرة يعني أخرج له الشيخان، يعني ما تتكلمش في روايته داخل الصحيح. عايز تتكلم في رواية خارج الصحيح ماشي، رواية لهذا الراوي لفليح رواها أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، روى له الدارمي، روى له أحمد، روى له ابن خزيمة ابن حبان ماشي. عايز تقول هذا الراوي روايته منكرة ماشي، طالما ستثبت بالدليل أنها منكرة، بس ده إيه خارج الصحيح. يبقى إذن رواية الرواة المتكلم فيهم داخل الصحيحين لها حكم بخلافها خارج الصحيحين. الكلام ده لابد أن تستوعبوه، لأنني أنكر الحقيقة على من ينظر في أسانيد الصحيحين، يمسك إسناد
البخاري ويقول إسناده ضعيف أخرجه البخاري. لا، ولا حتى تقول إسناده صحيح أخرجه البخاري. العلماء يعتبرون هذا يعني عيبا. مرة كنت في مسجد لأبو العزائم، وبعدين لقيت حديث متعلق خارج المسجد. ليه؟ أنا بصليش في العزائم، عمر ما صليت في العزائم يعني. لكن الحديث مكتوب يعني بنط عريض ومتعلق خارج المسجد عشان اللي ما يشتري يتفرج، يبقى فضيحة يعني. حديث أبي سعيد الخدري اللي هو إيه في صفة الخوارج، يكون يعني قوم يخرج من ضئضئ هذا اللي هو الرجل جد الخوارج الكبير، رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم صيامه إلى صيامه، الحديث الذي تعرفونه. وبعدين في الآخر قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم، يعني هدومهم ايه فوق الكعبين يعني، اللي هو احنا باختصار يعني تمام. اذا لقيتموهم فاقتلوه. ما هو ده اللي كان علي جمعه قاله في بورسعيد. انتوا طبعا اكيد عارفين وشفتوا كلكم الخطبه اللي انكر على الشاب وقال له انزل يا منافق يا مش عارفين الكلام ده. فما قال هذا الحديث ان لقيتهم فاقتلوه، اللي هو احنا يعني عشان حتى نقل عدد السكان شويه. المهم بعد الحديث ده ما خلص مكتوب تحتها رواه البخاري بإسناد صحيح. طبعا لا البخاري ولا ابن النجار، حتى ابن النجار ده راوي له ذيل تاريخ بغداد يعني، ما بقولهاش كده من دماغي يعني، ولا أي حد روى الايه روى الزيادة دي، طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. وبعدين الجاهل تتمم جهله كما يقال، التقط حق على قتل البطان يعني، وكتب رواه البخاري بإسناد ايه صحيح. طبعا لم تجري عادة العلماء أن يقول رواه البخاري بإسناد صحيح أو لا، لا الحقيقة أنا من بعد هذا التفصيل أنكر على من ينظر في أسانيد الصحيحين. ليه؟ لأنني كما قلت لكم الشيخان يتخيران. يبقى لا إشكال إذا رأيت راويا من رواة الصحيح وطالعت كتابا من كتب الجرح والتعديل زي تهذيب الكمال للمزي، أو مختصرات المزي زي تهذيب التهذيب لابن حجر، تذهيب التهذيب للذهبي، أو الأشد منها اختصارا زي الخلاصة بتاع الخزرجي والكاشف للذهبي وتقريب التهذيب لابن حجر. لا، لو ذكروا الراوي بالضعف وهو في الصحيحين يبقى لابد أنك تستصحب القاعدة التي إيه ذكرتها لك. ده فليح بن سليمان. والإسناد الثاني بقى في التحويل، قال البخاري حدثني إبراهيم ابن المنذر. إبراهيم ابن المنذر الحقيقة من شيوخ البخاري، إبراهيم ابن المنذر الحزامي أبو إسحاق المدني، وثقه ابن معين من الطبقة الايه المتشددة، والدارقطني المتوسطة، وابن حبان المتساهلة طبقة الثالثة يعني. وقال النسائي ده من ايه من الطبقة الأولى، ليس به بأس. ما عشان هفضل أكرر معكم كده لحد ما ايه ما تحفظه، عشان يعني ده هيسهل علينا الكلام فيما بعد، مش هنقعد نعيد كل مرة تمام. يبقى أنا عندي وثقه ابن معين الطبقة المتشددة، وقال النسائي لا بأس به من الطبقة المتشددة، وكذلك وثقه الدارقطني وابن حبان من الطبقة المتوسطة والمتساهلة. وقال صالح ابن محمد جزرة وأبو حاتم صدوق. صالح جزرة ده على فكرة من الطبقة المتوسطة كمان، وهو صالح ابن محمد، سموه جزرة لحكاية، وحاكم المحدثون ربنا يعافيكم منهم إذا مسكوا واحد له لقب لا يتركونه أبدا، بل ساعات يلزقوا له لقب كده، طبيعة المحدثين يعني. صالح بن محمد لقب بجزرة
وهو الحقيقة بلقبه أشهر. يعني في كتب الجرح التعديل يقول لك وقال جزرة وحسب يجيبش اسم، أو قال صالح جزرة. كان مرة بعض المشايخ يملي أحاديث، فكانوا وقفوا عند حديث الخرزة، وإما أنه قطع التحديث وتاني مرة هيكمل، أو أنه قطع التحديث وساق كلاما آخر ثم رجع إليه الحديث الذي وقف عنده. وبعدين قال لهم إحنا كنا فين بقى، وقفنا فين؟ فصالح ابن محمد قال كنا عند حديث الجزرة، مسكوا هلوة، يبقى صالح جزرة طبعا، وصحفها، وحديث الخرزة صحفها وخلاها إيه؟ وخلاها جزرة. فدي ألقاب، والمحدثون لأجل هذا صنفوا كتبا في الألقاب، في الألقاب، زي مثلا سختوية، نفطوية، زنجوية، ها، سموية، أو نفطوي، زنجوي، سيموي، يعني جماعة الايه النحاة والمحدثون. النحاة يقولون وي، أما المحدثون يقولون أوية. إسحاق ابن راهوية، المحدثون هكذا إيه ينطقونها، أما أهل اللغة فيقولون إسحاق ابن راهوي. وقد أنشدوا في إيه في هذا أشعارا لضبط هذه الكلمة. أوية مثلا أنشدوا، أو أنشد بعضهم وكان يكره نفطويه، نفطوية أو نفطوية ده كان إماما لغويا كبيرا، وكان في ناس بيكرهوه كده. فواحد إيه كتب أشعارا يذم نفطوية، فقال رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل فقال أبلغ ولدي كلهم من كان في أبلغ رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل أبلغ ولدي كلهم من كان في جبل وفي سهل بأن حواء أمهم طالق إن كان نفطوية من نسل. ها؟ أو يعني أنشدوا لي الأبيات دي عشان أوية، اللي هو إيه إنك أنت تسلك مذهب المحدثين في هذا. والذين قالوا ويه برضو واحد شتم نفطوية برضو مسكين، قال من سره أن يرى فاسقا ألا يرى فاسقا، من سره ألا يرى فاسقا فليجتهد ألا يرى نفطويه، أحرقه الله بنص اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. ها، ما هو نفط بنزين يعني جاز سولر، ها، نفط ويه 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 يا لهوتي يعني، ها، يعني يقول إيه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. فهو دي بتبقى إيه زي ألقاب. المحدثون علشان خاطر بقى يضبطوا هذه الألقاب عملوا كتب في المسألة دي، ومن أقرب الكتب إلينا كتاب نزهة الألباب في الألقاب. وطبعا الألقاب دي فيها أحيانا اللي ما يكونش عنده كتب دي ما يعرفش اسم الراوي، يعني لو لقيت في إسناد من أسانيد مثلا حدثنا غندر، الجماعة المشتغلين بالحديث يعرفوا غندر، أو حدثنا بندار برضو المشتغلون يعرفون بندار، لكن أي واحد مبتدئ في الحديث ما يعرفش لا مين من بندار ولا من غندر. بندار اللي هو محمد بن بشار شيخ البخاري ومسلم، وإنما لقب ببندار، بندار الميزان يعني رجل ضابط حافظ، الرواية عنده زي الميزان، أو من حصل علم شيوخ بلده ثم أخذ علم الإيه الآخرين. غندر اللي هو محمد بن جعفر شيخ الإمام أحمد وشيخ محمد بن بشار برضه،
هو محمد ابن جعفر من أوثق الرواة عن شعبة الذي لقبه بغندر ابن جريج. ابن جريج المكي كان محمد ابن جعفر غلباوي بالتعبير بتاعنا، تكلم كتير ويعمل هيصة كده في ال، فكان كل شوية ابن جريج يقول له اسكت يا غندر. غندر أي المشاغب بلغة أهل الحجاز، المشاغب، اجلس يا مشاغب. خلاص طالما سماه غندر لقبه بغندر إيه، فصار إيه الرواة يقولون غندر. ولكن سبحان الله الإمام أحمد ما كان يحدث، ما كان يقول غندر أبدا، يقول حدثنا محمد بن جعفر. ليه؟ لأن كلمة غندر المشاغب يعني لقب مش كويس يعني. فالإمام أحمد كان يعني ورعا جدا في التحديث عن هؤلاء العلماء. فدي إيه؟ فدي الذي صالح جزرة، والذي ساقنا إلى إيه؟ إلى إعطاء طرف من الألقاب عند المحدثين. طيب أبو حاتم الرازي من طبقة متشددة، قال صدوق. صدوق عند أبي حاتم تساوي ثقة، تمام. وسيمر بنا أيضا إن شاء الله أن ابن معين إذا قال ليس به بأس يعني ثقة برضو، لكن مش دايما. ابن معين كل ما يقول ليس به بأس يبقى ثقة، لا، احنا سنفرق في بين هذا وهذا إن شاء الله فيما يأتي من كلام ابن معين. أما الإمام أحمد فتكلم فيه، وإبراهيم ابن المنذر ذهب ليسلم على الإمام أحمد فلم يرد عليه السلام. ليه بقى؟ لأن الإمام أحمد كان له مذهب في من زار ابن أبي دؤاد، هذا الشيطان اللعين. ابن أبي دؤاد ده، أحمد ابن أبي دؤاد ده صاحب محنة خلق القرآن، وهو الذي ناظر العلماء وكان مع المأمون والمعتصم يناظر علماء السنة، وكان سببا في سجن كثير منهم، بل في قتل كثير منهم، وهو الذي تبنى هذه القضية، قضية خلق القرآن. وناظره الإمام أحمد مناظرات كثيرة وغلبه جميعا فيها، وكان سببا في تهييج المعتصم على الإمام أحمد، حتى أن المعتصم، وهذه من أكبر سوءاته، ليته ما فعل، أنه نافح عن قضية خلق القرآن، وابن أبي دؤاد أدخلها في عقله. معتصم أنت عارفين مشهور جدا، فتح عمورية وكل منهم معتصماه ومش عارفين الكلام ده. أسوأ ما فعل المعتصم، وكانت كبيرة من الكبائر وليست صغيرة، أن هو تبنى قضية خلق الإيه؟ القرآن الكريم. ومن سوء ما فعل أنه جلد الإمام أحمد بيده، يعني لم يكفيه ذلك العتل الزنيم اللي اسمه عجيف. تعرف عجيف ده؟ كانت إيده تخن كده، ده اللي كان بيضرب، يعني لو حط إيده على كتف واحد يقوم عامل كده على طول. أمال بقى لو ضربوا كف بقى، ولا مسك عصاية، ولا نبوت وضربوا بيه، عجيف ده بقى هو اللي كان بيضرب الإمام أحمد. فالمعتصم من شدة غيظه على أحمد وثباته، بسبب ثباته يعني، كان يقول لعجيف شد، قطع الله يدك، اضرب قوي، ده مش ضرب ده. وبعدين مش عاجبه الضرب ده، نزل وقال له معلمك الضرب. طبعا المعتصم ما يعرفش يضرب زي عجيف ابدا، ده المعتصم كده وعجيف قد الجميزه كده، وضرب الامام احمد، واخد بالك، ويرجع كرسي ثاني. قولها يا احمد، خف بقى، قول ما اصحابك قالوا، علي بن المديني ويحيى بن معين جماعه قالوا تحت تهديد السيف، كانوا هيضربوا تطير رقابهم، تلخصوا في المساله دي. الامام احمد ده، كل الذين أجابوا في المحنة قاطعهم، حتى يحيى بن معين رفيقه
وصديق دربه وحبيبه. وكان يعني الإمام أحمد يجل يحيى بن معين جدا ولا يناديه إلا بكنيته. يقول: ما تقول يا أبا زكريا في كذا وكذا؟ ومرة ألقي عليه إسناد، فكان في راوي كده الإمام أحمد مش عارف الدرجة بتاعته، ما عرفش حاجة عنه يعني، فقال: ليت أن هنا أبو زكريا على يحيى بن معين. قال له الرجل: وماذا تفعل به؟ قال: ويحك، إنه قد أحسن هذا الشأن. عشان كده دايما يقولوا عليه إمام الجرح والتعديل، فرغ حياته ونفسه لتتبع أحوال الرواة والسفر إلى بلادهم وسؤال أهل البلد عليهم وسؤال أهل الآفاق عليهم، ودون كل هذا وذكر رأيه أيضا من خلال استقراء أسانيد هذا الرجل رحمة الله عليه. حتى إن كثير من الرواة ما كانوش يحبوه، كان مكروها. يعني مرة بيحكي أحد الرواة، أظن مش عارف عباس الدوري يمكن اللي حكى المسألة دي، قال: جاء رجل أو شيخ مصري إلى بغداد. بغداد كان فيها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فطبعا ده واحد غريب جاي من مصر بيبقى زي الفاكهة بالظبط، لأن أنت عشان تسمع من هذا الراوي وأنت بغداد لازم تروح فين؟ ترحل إلى مصر، هو مش أحميه ولا أحميه جاء إليك، بتبقى فرصة برضه يقعدوا يمصوه، ها؟ ياخدوا كل اللي عنده. فكان استأجر دارا وجلس فيها، الباب طرق الباب، مين؟ قال له فلان، ادخل. كان الشيخ ده إيه؟ لكن كده مريح يعني، مضطجع، كان مضطجعا. قال له ادخل. دخل، طرق الباب، مين؟ أحمد بن حنبل. دخل والشيخ إيه؟ على هيئته، فلان مين؟ ادخل. حتى طرق الباب، من؟ قال: يحيى بن معين. أم معدول على طول تعادل في جلسته. كانوا زي ما أقول لك يخافونه بسبب لسانه، إذا قال في الراوي ضعيف خلاص أسقط رأس ماله، إذا قال فيه ثقة فكانوا بيخافوا منه. فحتى شجاع بن الوليد أحد مشايخ ابن معين وأحمد، كان مر أحمد بن حنبل وواحد معين ماشيين في الطريق، وبعدين لقيا هذا الشيخ شجاع بن الوليد. فابن معين بيقول له إيه؟ بيقول له: أيها الشيخ، اتق الله ولا تدع ابنك يحدثك. دي مصيبة سودة دي، ابنه يلقنه ويحدثه، يبقى مش حافظ الحديث، مش حافظ الحديث بتاعه، ده يبقى ضعيف على طول. أحمد بن حنبل قال: أما أنا فاستحييت وتنحيت ناحية بعد عنه. وشجاع بن الوليد من قدماء أصحابنا، ده كلام أحمد بن حنبل. فقام شجاع دعا على يحيى بن معين، انت بتقول لي ابني اللي يحدثني؟ يعني انا كاننا ضعيف الحفظ وابني عمال يلقنني الحديث؟ فما تحملش المزايد، فدعا على مين؟ على يحيى بن معين. قال له: ان كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. ما قالش يفعل في ايه يعني، قال: فعل الله بك وفعل. يقول الامام احمد، بس كان ده بعدين بقى، قال: اظن ان دعوه الرجل ادركته. ليه؟ لأن يحيى بن معين أجاب في من أجاب في فتنة خلق القرآن، كأنه ابتلي يعني. فشوف برغم الصداقة القديمة والحميمة بين الإمام أحمد وبين يحيى بن معين، لما أجاب يحيى في الفتنة وكلهم رجعوا، على فكرة لما وضعت الفتنة وأوزارها يحيى بن معين وعلي بن مدين كلهم رجعوا، يا جماعة نحن نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، تضرب عنقه ويصير ماله فيئا وتبين منه امرأته. ورغم توبة هؤلاء إلا أن الإمام أحمد بن حنبل لم يغفر له هذا. فدخل يحيى بن معين على أحمد بن حنبل وهو مريض،
فسلم عليه، فلما رآه الإمام أحمد أدار وجهه إلى الجدار، اداله أفاه يعني وأعطاه ظهره، تمام. فجعل يحيى يعتذر ويقول عرضنا على السيف والمسألة كيت وكيت وكيت وكيت، لم يرد عليها أحمد. فخرج ابن عين ويقول أف، زعلان إن حتى يعني رأى الله عز وجل يقبل التوبة، ونحن ما قلنا القرآن مخلوق ونحن نعتقد أنه مخلوق، رغم واحد عرض على السيف. لكن الإمام أحمد لم يحتمل هذا لأي عالم، بل ونهى ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد، نهاه أن يأخذ عن أحد ممن أجاب في الفتن. ولكن يعني الإمام أحمد تجاوز مع علي بن مدين، فروى عنه في مسنده نيفا وستين حديثا. يعني علي بن مدين ده يعتبر من طبقة أحمد، أحمد روى عنه ولم يحذف أحاديث علي بن مدين من مسنده، بل أبقاها كما هي، وإن كان يعني لم يكثر عنه، لأن مسند الإمام أحمد يعني في حدود 28 ألف حديث بالمكرر. روى عن علي بن مدين في هذا المسند المبارك نيفا وستين إيه وستين حديث. فإبراهيم بن المنذر برضه كان عدى كده سلم على ابن أبي دواد، قال له السلام عليكم، إزاي بقى يسلم عليه؟ فلم يرضه أحمد. طيب هنا هنتعرض لقاعدة مهمة، وهي إذا تعارض جرح وتعديل. أحمد من أي طبقة؟ متوسطة، اللي هي إيه؟ نفسها هادئ منصف يعني، خلاص يعني يكثر في كلام الإنصاف. لم يرضه أحمد، ده يعتبر من الجرح القادح في الراوي؟ لا، لأن رواية الراوي مبناها على شيئين، إذا خرجنا براهم يبقى الجرح غير قادح، مبناه على ثبوت العدالة ثبوت الضبط. ولذلك كان الصواب قبول رواية المبتدع الثقة الضابط حتى لو كانت الرواية تؤيد مذهبه. خلوا بالكم من هذا الكلام لأنه مهم، يعني متشيع يروي حديثا في فضائل أهل البيت، يبقى الحديث ده يؤيد مذهب المتشيع ولا لا؟ لو كان الراوي ضابطا حافظا وروى رواية تؤيد بدعته نقبل هذه الرواية ولا نردها عليه حتى لو كان من الغلاة، ده الصحيح. وهناك من العلماء من يردون رواية الغالي في البدعة، في زي بدعة شيع، لكن الروافض قل أن تجد فيهم أمينا ثقة صدوقا ضابطا، قل أن تجد فيه، لأن الروافض شر من وطئ الحصى. يعني التشيع زمان هو أن تقدم عليا على عثمان بس، لكن لا تقترب من الشيخين أبي بكر وعمر. كان المتشيع آنذاك يوقر أبا بكر وعمر، لكن كل المسألة يقول كان علي أولى من عثمان بس كده. إنما الروافض قاتلهم الله أن يؤفكون، بكفروا أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، ويكفرون بقى طبعا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ولا سيما معاوية، ده في جهنم وبئس المصير، ها؟ ويتدينون بذلك. ومنهم من بدعته كفرية، منهم بدعته كفرية، الذين يعني يتوسلون بعلي ويستغيثون به، أو يقولون إن الرسالة كانت نازلة لعلي ولكن أخطأ جبريل وأعطاها لمحمد عليه الصلاة والسلام وهكذا، ده دول كفر خارجين من الملة. بعض أصحابنا بيحكي له إنه كان الشهر اللي فات في الصين،
وبعدين رجل له مصنع بيجيب ناس حملين يعني يشيلوا البضاعة من مكان ويحملوها على السيارات وبتاعوا الكلام ده. فجاب جماعة كده إيه يشتغلوا، فسمع الواحد من يشيل الصندوق يقول يا علي وإيه، ويشيل الصندوق يحطه على البتاع دي. فما عجبوش الكلام ده، كل ما يقول يا علي يمشيه تمام. وقعد يلتمس بقى واحد يتقي الله يعني. فواحد جاله قال له بص بقى، إن أنا مشيت الناس كلهم عشان بقولوا يا علي، أنا عايز واحد سني يقول لا إله إلا الله يا الله. قال له أنا. جابه يحمل الصندوق يا الله وحطه على العربية، يا الله يحطه على العربية. بعد ما خلص هو بيدي له الأجرة بتاعته، قال له بصراحة أنت عجبتني أوي إنك أنت ما بتقولش علي زيهم. قال له لا دي علي دي أنا سايبها للتقيلة. يا ابن اللذينة، ده أنت طلعت أكفر منه. ها يا الله ها خفيفة، إنما علي اللي هيشيل تقيلة بقى، لما يكون بقى يشيل حاجة دي كده يقول يا علي عشان إيه يلحق علي يحملها عليه ولا يرفع عنه بعض العيب والكلام. دول الروافض بقى لإيه اللي هم شر من وطأ الحصى من كل طائفة ومن إنسان، واخد بالك؟ لا إحنا عندنا بقى إيه يعني في قبول الرواية، قانونها الضبط الكامل العدالة. إذا كان الراوي ثقة ثبتا عدلا وكان متشيعا ويروي في فضائل أهل البيت نحن نقبل الرواية، زي مسلم ما قبل رواية عبيد الله بن موسى في علي بن أبي طالب والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ده من أشرف وأجل ما روي في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام. ومع ذلك عبيد الله بن موسى كان شيعيا محترقا، وهو من مشايخ البخاري، البخاري روى عنه مباشرة، أما مسلم فروى عنه بواسطة تمام كده. إذن إذا تعارض جرح وتعديل أيهما نقدم؟ نقدم التعديل إذا كان الجرح مبهما أو غير مؤثر في الضبط والعدالة. طيب إبراهيم بن منذر الإمام أحمد أبى أن يرد عليه السلام، ليه؟ قال لك زار ابن أبي دؤاد. طب زيارة ابن أبي دؤاد تضر؟ لا تضر في ضبطه، ولا تضر في ثقته، ولا في إتقانه، ولا في دينه. غلطان أو إحنا كنا نفضل أن أهل السنة لا يذهبون إلى هذا المبتدع ماشي، ولكن ده من باب الزجر بالهجر، وليس له أصل في وليس له تأثير في أصل في أصل الرواية. لكن الساجي قال له مناكير، له مناكير ده جرح مفسر أو. لكن الحقيقة الساجي متأخر، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن كلمة له مناكير لا تساوي أن تقول منكر الحديث. خلوا بالكم الكلام، له مناكير يعني رواياته على الاستقامة بس له شوية إيه؟ له شوية مناكير. عايزين نعل الحديث ده، اثبت أنه من مناكير. إذا ما عرفتش تثبت أنه من مناكيره يبقى ده من الروايات المستقيمة للإيه؟ لهذا الراوي. تعرفين حديث إنما الأعمال بالنيات؟ فيه راوي اسمه محمد ابن إبراهيم التيمي الذي يروي هذا الحديث عن علقمة بن القاسم الليثي. قال الإمام أحمد له مناكير. طب حديث إنما الأعمال بالنيات مقبول ولا مردود؟ مقبول. حد من الدنيا كلها ضعفه؟ أبدا، بل أجمعت الأمة على صحة هذا الحديث. طب ما القول أحمد له مناكير نوديها فين؟ قالوا ليس هذا من مناكير له لكن اثبت أن هذا الحديث من مناكير. خلاص ليس من مناكير، زي ما قلت لكم إيه ينتقي من أحاديث الراوي ما لم ينكره عليه. أما منكر الحديث فتلك صفة لازمة
للراوي، إنما له منكر، يعني بعض روايته منكرة مش كلها، إنما منكر الحديث يبقى كل روايته إيه؟ كل روايته منكرة. فده فرق بين الفعل والاسم. ها؟ الاسم يصير كالسمة للراوي ويصير كالعلامة لهذا الراوي. فإذا إعراض الإمام أحمد رحمه الله عن إبراهيم المنذر لا يضره في روايته ولا يضره أيضا في دينه. خلاص. وهنا على فكرة برضه هو في نقل للخطيب بغدادي، الخطيب لما ذكر حكاية إعراض أحمد عن السلام عن السلام عليه وقول الساجي له مناكير، شوف الخطيب بيقول ايه. بيقول هذه الحكاية عن زكريا بن يحيى الساجي، وبعد ما نقل قول الساجي له مناكير أجاب الخطيب: إن المناكير من جهة شيوخه المجهولين. يبقى خلاص الخطيب عرفنا، لو قبلنا كلام الساجي له مناكير يبقى ده من قبل شيوخه المجاهيل. يبقى حل القصة دي كلها إنك تعمل إيه؟ تنظر في شيوخ إبراهيم بن المنذر، لقيته مجهول ووجدت الرواية منكرة، يبقى من الجاني في هذه الرواية؟ الشيخ المجهول وليس إبراهيم ابن المنذر. كده سلم إيه؟ إبراهيم رحمة الله عليه. هلال بن علي، طبعا محمد بن فليح أيضا اللي هو شيخ إبراهيم ابن المنذر، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول كان يحيى بن معين يحمل على محمد بن فليح، يعني يحمل يتكلم فيه، يتكلم فيه. فقلت لأبي، خلوا بالكم من السائل؟ ابن أبي حاتم عبد الرحمن. من المسؤول؟ أبوه. أبوه اللي هو مين بقى؟ أبو حاتم الرازي من الطبقة الإيه؟ الأولى. هو على رأس الطبقة الأولى كمان، يعني هو إيه؟ أكثر المتشددين في الطبقة الأولى. فأبو حاتم الرازي بيقول إن يحيى بن معين كان يحمل على محمد بن فليح. ابنه قال له: تما تقول أنت يا أبي؟ نعم الآباء. قال: ما به بأس ليس بذاك القوي. زغد ورد، يعني ما عدهوش، ما عداش سالم، تخدش. قال: ليس به بأس ليس بذاك القوي. تحس ان فيه تعارض ما بين المسألتين، ليس به بأس في ايه يعني، وليس بذاك القوي في ايه. الطبقة أو الكلمة دي عند أبي حاتم الرازي معناها: إذا روى محمد ابن فليح حديثا ولم يخالفه أحد يبقى ليس به بأس، اديله زق يمشي يعني. تمام. أما إذا خولف ولو كان المخالف مثله هنتوقف في روايته حد ما نشوف حد يسنده بقى. يعني كده يعني، يعني ابن أبو حاتم له كلمة ممكن تشبه هذا. سئل عن راوي من الرواة فقال: بين يدي عدل. يعني ايه يعمل له كده؟ بين يدي عدل يعني مشيه. ليه؟ لأن الراوي كأنه أخذها من إيه؟ من يعني بعض الأحاديث فيما يتعلق برب العالمين تبارك وتعالى. إذا عامل الراوي إذا عامل ابن آدم بالعدل أهلكه، يبقى هيمشيه ويقبله إذا عامله إيه؟ بالفضل. ها؟ يعني لما يقول بين يدي عدل يعني واخد بالك؟ فيبقى يقول ليس به بأس ليس بذاك القوي، يبقى لم يحمل عليه حملا واضحا كما فعل مين؟ كما فعل يحيى ابن معين رحمه الله.
وفي نفس الوقت وثقه الدار قطني وهو من الطبقة الايه المتوسطة، وثقه أيضا ابن حبان وهو من ايه من الطبقة المتساهلة. يعني هذا الراوي حسن الحديث اختصارا كده، هذا الراوي حسن الحديث. هلال بن علي شيخ بقى فليح ابن سليمان، هلال بن علي من صغار التابعين، هتلاقي اسمه هلال بن علي وهلال ابن أبي ميمونة أيضا وهلال ابن أبي هلال، كل دول هو هلال ابن علي. أخرج البخاري له 3 أحاديث في صحيحه، وروى له الجماعة، روى له عفوا شركه الإمام الترمذي، شرك البخاري في حديث من هذه الأحاديث 3 التي رواها الإمام البخاري عن هلال ابن علي. عطاء بن يسار تابعي متفق على ثقته، وقد روى عن كثير من الصحابة، ومخرج الحديث النهائي لو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا ما سنفرد له الحلقة القادمة كلها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأذكر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.